البيض من عام 1824. De design. العليني لتحقيق الأمان. محليها الحياة مع بريزيدان. بنا تعيش معنا. ناتيلي لو غو دو لا ناتور. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الاصول. ليبيدور هي الاصل. عسلامة ومرحبا بكم الناس الأوفياء اللي تبعوا فينا في أولاد الكوجينة في شهر الفضيلة ذي رمضان في حلقة جديدة. دونك ميرسي بيان سور، نحب نشكر الناس اللي تبع فينا الكل اللي قاعدين زادا يتفاعلوا معنا في قناة التاسعة، سواء في الباج فيسبوك ولا شين يوتيوب، اللي سورتو زادا يتفاعلوا مع الشيف مؤمن. شيف أهلا بيك، شنو أحوالك؟ شنو أحوالك أنت؟ اليوم نسألك أنا هاوك شنو أحوالك؟ شنو عمل فيك رمضان؟ سؤالات العادية هاوك. شنو عمل فيك رمضان؟ يظهر لي توا نفس السؤال اللي تسمعوا من الصباح. الناس تعبت منه، عرفت؟ الناس تذكروا كاريمون برمضان ولا بالتعب ولا ما سافا الحقيقة. واحد يستانس ديما. شهر الخير والبركة والحمد لله، واحد يستانس وتكثر فيه الشهوات والرغبات وكل شيء. شكون يحب ياكل مقرونه وشكون يحب ياكل نواصر، وتبدا عاد كل واحد الشهوات الكل تطلع كان في رمضان. هذيك هي. اما احنا شايف بالطبيعه انت تبارك الله. بالطبيعه احنا موجودين لهنا وكيما العاده، يعني نشكروا اول حاجه الساده المشاهدين اللي تابعوا فينا الاوفياء، والحاجه الثانيه رانا قاعدين موجودين باش نلبيو الشهوات نتاعهم. ديما مدلل عليهم كان يخلي لنا كومنتير. بالطبيعه ما كالعاده والعويد شايف. كالعاده والعويد ما احناش وحدنا، عندنا شيف جيست. خليكم توا تشوفوا الشيف انفيتي نتاع اليوم. كيما كنتوا تشوفوا معنا توا الشيف انفيتي نتاع اليوم، نورمالمون وجهه مش غريب عليكم، هو صحيح نيو لوك جديد لحاله، اما كمان جاب حدنا زاد قبل رمضان، واحنا كالعاده والعويد كيما وعدنا للشيف اللي جاب حدنا قبل رمضان اللي باش يعاودوا يطلوا علينا في اولاد الكوجينه في رمضان سبيسيال رمضان، كنا عند الكلمه يظهر لي توا باش نمشيو ديريكتومون للشيف ياسين. شيف
نحوي لك سافا لاباس الحمد لله رمضانك مبروك علينا وعليك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير عايشك ويظهر عجبتك لما في اولاد الكوجينه هذاك علاش رجعت أيه لحدنا بالطبيعه نشكركم على الاستضافه مره اخرى وفرحان برشا اللي انا رجعت يعطيك الصحة ديما بالحق شايف ياسين ديما وجه البشوش انا قلت هذا باش يجينا في رمضان مكشبر شوية يخرب الضحكة منا لمنا حاسيلو ما تبدلتش وبيان سور زيد نذكر اللي يتبعوا فينا الكل اللي إذا كان يحبوا يتفرجوا على الحلقة اللي جاي فيها شايف ياسين بحثنا قبل رمضان ينجموا يلقاوها في شين يوتيوب التاسعة في باش فيسبوك التاسعة كيما ينجموا يلقاو الحلقة متاع اليوم أنسي كل حلقات الكل متاع شهر رمضان شايف حضرنا ماكلة بنينة اليوم كل عادة محضرين حاجة بنينة سهلة وما تكلفش برشا واي واحد ينجم يعملها معناها شنو باش تحضرنا ملا شيف اليوم محضرين سوب دو بواغو وسلاد لونتي سلاد بالعدس سهلة برشا شيف دونك شنو باش نبداو شيف باش نبداو بالشربة اي دونك شنو نستحقوا نستحقوا البوارو البوارو هو الكراث اي هو الكراث اما فريمون شيف انا ديما كيف نغزل ونستخيل بصل يا اخي فما شيف مؤمن بصل كي من هكا بالضبط والا هذا هو البوارو لا لا هذا هو البوارو حاسيلو طلع فلطه في حياتي كل فما بصل صغير اللي هو اليازول اي الاكثريه معروف يعني في جربه تحيه لاهالي جربه اي تحيه ليهم بالطبيعه واللي يتبعوا فينا الكل في بلاد الولايات الكل زاد كيف اي دونك هذاك هو البصل الجويد دواء ديجا يعملوا بيه فما كسكسي باليازول برشا حاجات عصيده باليازول هي ياسر احنا اليوم دونك نستعملوا الكراث دونك السوب نتاعنا بس كراث شنو باش نستحقوا اخر شيء باش نستحقوا بصل وبطاطا البصل والبطاطا اي وباش نستحقوا حليب ناتيلي اي وباش نستحقوا كريم فريش ناتيلي اي هذه لمسه الاخيره كالعاده وفخوماج سبيسيال باتي مونتال بريزيدون هي ياسر شيف دونك باش نبداو تاع شيف باش نبداو نقصوا البوارو نتاعنا نحضروا ساعه البوارو نتاعنا تحب شيف نعاونك شويه اي مسالش دونك انا باش نسبقك ملي نحط لك شويه مارغرين قلدينا اي سي بون انا شيف راني قلت لك انا توا باش نفك لكم بلاصتكم في الكوجينه فوالا هكا اونتر تان شيف مديم هي ذوبنا انت البوارو نتاعك يكون حاضر فوالا خاطر ديما بيان سور لازمنا نستناو الكوجينة نتاعنا تذوب قبل ديما غاجوشو لا ديما لازم حاجة سخونة تبدا ديما غاجوشو فما شكون يحطوا كل شيء مع بعضه هو دو بريفيرونس بشوية بشوية معناتها تبدا البوالة نتاعك تخليها سخونة بالطبيعة لازم الكوجينة تعمل عليها جو تاخذ وقتها كل حاجة تاخذ وقتها طيب بغرام سلة سلة ذيك علاش سلة سلة تجعلت كلمة سلة سلة خاطر بحق الكوجينة غرام والهدف منها مش تبدا تزرب وتبلفط ولا لازمك تركز بالطبيعه احنا اللي تبعوا فينا الكل ان شاء الله البارا نتاع اليوم باش تعجبهم اي سورتو باش يجربوها ورقه وستيلو وبالطبيعه تبعونا باش تحضروا دبره جديده وهكا نعطيكم ديزا سويس جديده وافكار جديده زيد تعرف شايف الناس كلها تحير بالطبيعه المارغرين نتاعنا ذابت وسخنت الواحد نتاعنا اي سورتو زيد الطنجره زيد اللي نطيب فيها هي اللي باش تزيد الشطر في الماكله نتاعنا او ام اس فريمون حاجه ياسر مزيانه وصحيه حتى زيد اون بلوس مصنوعه اون غرانيت دونك الحق ما يلصق فيها حتى شيء ما تخافش عليها حتى باش تجرح ولا حكي دونك تنجم حتى تستعمل المغرفه اي بيان سور تنجموا تلقاوها في السيت tito.tn توا شفت البصل البصل احنا شاف السوب نتاعنا باش نرحيوها من بعد اي بالطبيعه ما خاطر ساعات ما نرحيوش دونك كيف ما ترحيهاش دو بريفيرونس ديما الخضره نتاعك شويه يعطيك الصحه اما احنا باش نرحيوها دونك ما تخافوش دونك هاكا سهله برشا بيان سور عندنا الميكسور براون من بعد في دقيقه السوب نتاعنا تكون حاضره سورتو شاف هذايا تساعد شويه اللي يبخلوا كيف انا هكا يقصوها ومن بعد يرتاحوا منها الكل البطاطا نقصها على الجويده خاطر البطاطا تاخذ وقت في الكويسون دونك ماذا بينا نقصها اجود باش تطيب لنا فيسا باش فيسا في ساعتين فوالا هي بس شاف غوسيت سهله قبل حتى بنص ساعه من الذين تنجم الواحد يحضرها فاسيلمون سهله وصحيه برشا بيان سور البوغوز اللي نصور اللي فيه برشا منافع هاكا مشخشخه سورتو من بعد شاف نزيدوها بريزيدون سبيسيال بالطبيعة يبنن على الاخر اللمسات الاخيرة هذيك انا بديت نجوع شايف انت كل حلقة نبداو نصوروا فيها
بالحق نتمنى نقول اللي شاف يطيبوا حاجه مش باهيه باش نبداش نتشهى، اما تلمو الماكله بنينه والريحه شفتوا بنينه برشا في الكوجينه. ربي صبرنا وكهو احنا اللي في الكوجينه. جا ريحه البصل بدات تطلع معي. الحق ديجا من توا شاف الريحه بدات تفوح. شاف نزيدوا اخر شيء. مارغرين جولدينا تخرج ريحه فاوحه على الاخر وبنا. بالطبيعه شنو باش نزيدوا توا اخر شيء؟ توا نخليهم يتقليوا شويه. باش نمرقوهم بماء، عندنا ماء سخون ديجا برانسيس. دلتنا برانسيس. برانسيس تاهل علينا على الاخر خاطر احنا نستحقوا برشا ماء سخون. وباش ياخذ وقت اذا كان باش نحطوه في باش يسخن وتبقى تستنى لين يغلي برانسيس في لحظه معناتها يسخن. بوتون تك تك. فوالا. هاكا الحياه سهله برشا ولات سيي توا. صحيح. دونك شوف يظل لي مقعد لنا كان باش نزيدوا الماء باش نستناوها حتى تصير. واللمسه الاخيره باش نزيدوا الحليب والكريم فريش. الكريم فريش ناتيلي. والحليب زاد ناتيلي. وشنو مازال اخر؟ جبنا هذاك شيف بريزيدون اللمسات الاخيره. اي. هي برشا شيف دونك شنو باش تحضر لنا اخر اليوم؟ باش نحضروا سلاد لونتي اللي هي سلاد العدس. سلاد العدس مي لا شيف انا اونتر طون باش خليك تحضر لنا لي زانغريديون نتاع الغوسيت الجايه. لو طون نمشي للشيف مؤمن اللي نسيتو شويه كالعاده. تعرف شيف لازم انا نفرحوا توا بالشيف عندي. لازم نشوفوا الشيف جيست وديجا يعني هو باش يحضر. احنا استنسنا ديجا بالكوجينه كل شيء و ميزون بلاس لازمنا تحضر كما قبل وانا ديما نسبق. شنو باش تحضر لنا ساعه؟ كل شيء وشنو باش باش يتبعوا فينا توا يبداو يقيدوا ساعه في الروسيت باش يركزوا معنا بالباهي. دونك بالنسبه للروسيت الاولانيه باش نعملوا بولي كرانشي. اي يتقرمش معناها. يتقرمش. اي. بيلون موجود صمطناه في الماء قبل ومن بعد توا باش نعملوه باني الانجليز. ما يتبقى باش نبدلوا ديما نخليه التوش نتاعنا. ولو باش نعملوا مومون فرينا وعظام وشابلور باش نبدلوا باش نعملوا حاجه كيسور شويه بالاردينير اللي هي السميد. دونك عندنا السميد. السميد. تاع ليبيدور. اي. مي باش نبدلو زاد الطريقة. كيفاش شيف؟ السميد باش نفوحوه. نحطولو شوية ملح، شوية فلكحل، شوية نعناع شاية، شوية زعتر. هذه فكرة جديدة يظل ما تخطرش على بال حد، خاطر ديما كي نقولوا حاجة مع باني الانجليز دونك. باني الانجليز فرينا معظم وشابلور هذيك. فوالا ديريكتومون هذيك شنو يمشي في بالي. باقا بالنسبة لينا الكونتاكت ديريكت وقت اللي ناكلو هو السميد. يعني إيه ولا شابلور كيف كيف يخليها كروستيون تو كروكونت. هي برشا مالا نبداو شيف باه اون باراليل قبل كل شيء. دونك باش نقول لك شنو باش نستعمل. باش نستحق قبل كل شيء ما بين دجاج الفيرما عندنا بيلون تاع دجاج الفيرما. باش نعملوا امتيت مارينات صغيره بلوتو بالموتارد مي باش نبدلوها شويه. المهم احنا باش نحطوا موتارد بونا وباش نزيدوا شويه حليب نتيلي. هذا سورتو حتى اللي تبعونا في الحلقات اللي فاتت الكل للمارينات هذه بالحق الدجاجه يخليها من بعد حتى من داخل الطريه. الفيبر توندر وتبدا فوالا توندر من داخل ومن برا تولي تتقرمش. تتقرمش بطبيعتها. حاجه دلوله برشا. هذاك شنو باش نستحقوا في المارينات. وبالنسبه لينا باش نستحقوا باش نزيدوها الموتارد والحليب اللي باش يقعد في المارينات باش نعديوه طول في البانور. دونك اوليو فرينا ومن بعد العظم. العظم باش نزيدوه الحليب تاع ناتيلي. ايه. شويه ملح في الاكهل. السميد تاع ليبيدور باش نفوحوه. ملح في الاكهل، شويه نعناع، شويه زعتر، شويه تابلو كرويه وبابريكا وشويه كركم. هكا تعطينا كولوراسيون ديجا اخرى. بالطبيعه شيف. ونقليوها في زيت نجم. ومن بعد باش نزيدوه العسل. العسل العسل الشاهد. دونك عندنا عسل شاهد ديجا بطبيعته مع جيسا سو ماغي تري تري بيان. تكون نعملوا بها امتيت صوص ونزيدوها لي صوص بونا ديجا فما الكامل كلها نتاع صوص بونا فما تشيلي فما المايونيز فما صوص الاي. بالطبيعه احنا اليوم شيف نستعملوا بيان سور البونا موتارد وعنا لي صوص وعنا لي صوص هذاك وقت الدريساج باش نجموا احنا نصوصيهم بعد نتفنوا من بعد. هي البرشا شيف نو هذه بالنسبه للدجاج. هذه البلا الاول شنو باش تحضر لنا اخر شيف؟ البلا الثاني باش نعملوا لازانيا. كيف كيف باش نحاولوا حاجه كيسور شويه دليل ولا لوح حاجه كيسور شويه دولورديني سيتاتير كل قدير وقدره. دونك على باز لازانيا ديما تكون بولونيز مي احنا باش نقوليو ما خلطنيش على اللحم. باش نعملو اي شنو باش نعملو شيف؟ باش نعملو بالدجاج. اي بيان سور احنا شيف عندنا دجاج الفيلم بالحق حاجه ياسر بنينه اون بليس حتى من بعد لازانيا تجي خفيفه معناها شفتو توا رمضان شفتو توا رمضان فوالا والميزانيه زادة الميزانيه قد قد دونك هكا الواحد يعرف كيفاش يتصرف يعرف كيفاش يتصرف. اول حاجه باش نرحي شويه سفنيري شويه بصل شويه كلافس شويه ثوم. دونك عندنا براون فيسا فيسا
تسهل لنا الحياه. تسهل لنا الحياه. شنو حطيت شيف توا في دونك حطيت كلافس سفنيريا بصل وثوم. وثوم دونك لافونتاج لهنا بطبيعتها باش نرحيوها جويده هكا فيسع فيسع دونك في فراكسيون سكوند براون يكون ديجا مرحي. حاضره باش أو ميم طون شايف حتى التكستور نتاعها بالحق ديجا ليس بطبيعتها فوالا ليس ما تقعدش تكسر في كرايمك تقص فيهم بالصغير والكل. باش نزيدوها طماطم فريشكا باش نزيدوها طماطم معجونة تيكال هريسة نار تجربة كيف كيف الحارة تيكال الموزوزة هذه بالحق أنا أكثر حاجة نشيخ عليها تو في الماكلة بالحق ياسر بنينة هريسة نار تجربة تيكال سيغتو للي يحبوا الحار ومغرومين بالحار الحق حاجة عالمية. مريم كاين يتبعونا ديجا بالنسبة للروسيت دونك بالنسبة لنا هذوما حاشين زوز اللي باش نحضروهم ويقعد لنا الديسير. هي البرشا ديما الديسير منو نسحقوه للسهرية وإلا حتى للسحور. هي البرشا دونك شايف شنو شنو باش نديرو؟ باش تبعني بسياسة بسياسة شنو باش نحضرو؟ أول حاجة باش نستحقو كيما العادة زيت نجمة بيان سور زيت نجمة مايس احنا اختارنا مايس فما تورنوسول فما مايس. زيت نجمة اللي هو السافور دو لاني 2019 هكا بالحق نودوكم كان بالحاجة الباهية. باه دونك بالنسبة كيف كيف نفس الكونسيبت كيلكو سوا بالنسبة للحم ولا بالنسبة للدجاج باش نزيدوا شوية ماء. إي باش الحم يسو كومباكت. هذايا أستوس ما نعرفوهاش. كنا ذكرناها في الحم مفروم كنت تفكرش. إي هكا ولا لا؟ هي تمشي معناتها لل كيف كيف اللحومات الكل سيرتو بالنسبه ل باش تعمل بولات ولا حاجه ولا حتى باش تعمل كيما لازانيا ديما تزيد شويه ماء. باه ناخذوا الزر تاع الدجاج. اي سيرتو البوال انا توا شنو شلقت اللي بالحق البوال نتاع شيف مؤمن حمراء والبوال الاخرى فريمون الكولور نتاعها زاد تفتق برشا معناتها فما فريمون او ام اس مدلتنا في لي كولور في كل شيء. شيف موجود دونك نرجعوا تو للازانيا. نرجعوا للازانيا اي دونك ذكرني انت شنو باش نحطوا فيها؟ باش نحطوا الدجاج المفروم تاعنا الفيرما اي اللي ديجا رحيناه وزدناه شويه ماء باش نزيدوا فيه زيت نجمه. شنو رحينا؟ وهذوما شاف اي دونك لنا حطينا الكلافس وحطينا السفناريا بصل وحطينا البصل والثوم فوالا رحيناهم في براون هكا في دقيقه. شيف شيف مؤمن تستي فيا يظهر لي قاعده نشد في لي غوسيت ولا لا؟ اه وي اوكي هو يتستيني زاد انتم جربوا معنا في انتم جربوا معنا الروسيت ولا لا؟ شوفوا رواحكم تذكروا الروسيت ولا لا؟ فيسع فيسع احنا باش نقصوا الطماطم اون باغالير وبالنسبه للطماطم زاد كيف كيف نجمو نرحيوها مع البريباراسيون هذيك الاولانيه اللي كنت نقول فيها اللي هي الخضره هذه بالحق شاف اون فاسون جديده باش نعملوا لازانيا خاطر اللي يسمع لازانيا تو سامبل لازانيا ديما موجوده غارنتور اروماتيك كسوا بالنسبه بالحم ولا بالدجاج احنا خرجنا شويه دو لوردينير يعني بالنسبه للروسيت الحاجه الباهيه في ولاد كوجينا ان لي روسيت احنا اون لادابت سولون المانيير اللي راوها دونك العاده اللحن العجيب المقام النهاوند مقام النهاوند باش نزيدوا لا غارنتور اروماتيك ديجا شايف باش نزيدوها معناتها مع الدجاج مع بعضهم باش كملوا نرحيو طماطم ونحضروا صوص تاع لازانيا كيف كيف بالنسبه للازانيا راه فما شكون يعني يصمت لي فوي تاع لازانيا مثال انا دو بريفيرونس نحب نصمتهم لي فوي تاع لازانيا نزيدوا شويه ماء وشنو باش نزيدوا اخر؟ شنو باش نزيدوا اخر شايف؟ الطماطم المعجونه باش نزيدوها شايف باش نحضروا الصوص باش نحضروا الصوص بيان سور والصوص شايف باش نحطوها باش نحضروها اكوتي لا الصوص هي اللي باش نحطوها في اللازانيا دونك كيف كيف باش نخلطوا مع طماطم طماط فريش طماط كونسونتري اي ويزمها بزيت او طماط كونسونتري ديجا بطبيعتها هي دوبل كونسونتري طماط تيكال نزيدو شوف زاد الهريسه معاها هريسه تيكال هكا معناتها بالحق حاجه بحال احنا موزوزه هكا ولا حاجه سهله برشا سيغتو اللي باش تحط طماطم فريشكه ومعاها طماط كونسونتري تيكال وتزيدها زاد الهريسه المحرحره تيكال ونرحيوهم الكل مع بعضهم نرحيوهم الكل مع بعضهم ومن بعد نزيدوهم زاد الدجاج نتاعنا الدجاج هكا هكا ريت في فراكسيون سكوند في فراكسيون سكوند ديجا حضرت الصوص وليت الصوص نتاعنا حاضر فيزا فيزا هذا نخلطوهم مليح مليح اي
بالحق الميلونج نتاع الكولور اون ديغي توا مانيش نحضروا في لازانيا ومن بعد معناتها بالحق حاجه غوديزيتي وجديده معناها خلينا نسوق شويه من الاوردينير نجربوا حاجات جديده يزيو من المقارن وكل شيء كيف كيف معناتها نفس الفاسون نفس الطريقه نفس البريباراسيون ديجا كلهم نفس البريباراسيون ولا تحل ساعات باش تتفرج على روسيت تلقاها نفس الروسيت في البلايص كل هكا ولا؟ وي دونك الميلونج هذا الكل خلطناه باش نخليوه دوبليش يتخلى باش نفوحوه شويه ملح اللي فحات نتاعنا بيان سور شويه ملح شويه فلفل اكحل ومن بعديك نخليو الصوص نتاعنا تسيب في عقلها ومن بعد اللازانيا فريمون ما تاخذش وقت معناتها جوست في الفور كيف كيف اللازانيا في الفور وعندنا مع اللازانيا عندنا فروماج رابي بريزيدون اليمونتال دونك سبيسيال بات باش نزيدوه ونخليوها تبدا مشخشخه كي بالفروماج لازانيا سورتو شيف احنا اليوم باش نستعملوا لازانيا ليبيدور اللي هي بالحق حاجه بنينه برشا انا سالا سؤال على السريع قداش يحب لها كويسون لازانيا في الفور شيف نص ساعه 20 مينوت 20 مينوت ما يسالش اللي يحبها كيفي انا كراميليز شيف ما هو كل حد شنو يحب راه انا مثلا نحبها تبدا طايبه بالبي سورتو من الفوق زاد باش نزيدوها جبن بريزيدون تبدا جراتينيه صحيت باش تبدا كتتقرمش بالبي دونك اللي يحبها كيما هكا يسمع كلمينا ما يسالش 30 دقيقه سينو تبعوا اكثر كلام الشيف 20 دقيقه قداش شيف تمبيراتور 180 دغري 180 دغري اقعدوا معانا ملا ما تمشيوش لبعيد انا باش نخلي الشيف مؤمن يكمل يحضر لنا اللازانيا ما تمشيوش لبعيد نخرجوا بيوب صغيره ونرجع لكم في اولاد الكوجينه